FM. الكلمة ليك. الاستثمارات هذه اللي باش تجيه الأجنبية واللي عملوا عليها مجلة استثمارات جديدة واللي حكاية كبيرة عليها. هات نشوفوها شنو هي استثمارات. يعني عبارة على واحد باش يجيب باكو فلوس من برا أجنبي باش يجي يحل مؤسسة هنا في تونس اللي هي باش تعمل الشغل وباش تعمل النمو. هذا المقاربة اللي كانت قايمة عليها نظام بن علي. بن علي من 95 هما يبيعوا في التصور هذا يستناو في مستثمر أجنبي باش يجي يحل مؤسسات دونك باش يخدم العباد وباش يعمل النمو. هذا ما تحققش التو هما باقي يوسف شاهد يستنى فيه. هالمستثمر الأجنبي هذا جاي باش يحل مؤسسة في تونس دونك ثم غرضين منها المؤسسة يا اما باش تبيع باش تصنع سلعة تستغل اليد العاملة متاعنا والظروف متاعنا والامتيازات وتعاود تخرجك السلعة هذيك لبرا. وهذا هو قانون 72 هذا موجود وتقريبا ما نجموش نعطيه امتيازات أكثر من اللي هو موجود في القانون 72. الكلمة ليك.